جديد وفلوج جديد من نيويورك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، شكرا لكم سوين، ان شاء الله طيبين. اليوم السبت ويكند، صحينا على اجواء حلوة، كنا تعرف كيف خطرنا في مندي. خطرنا فيش؟ خطرنا في مندي يا جماعة. يلا يا المندي. وجاء عزيز يقول خلاص اليوم راح نسوي مندي. ها عزيز تسوي مندي؟ تسوي ابوه مندي. مندي طبعا هذه طريقة وشو؟ يعني من ابسط الطرق تسوية المندي، هذه طريقة سهلة على متعتيب. يلا حاليا راح نطلع ونجهز الغرض. يلا بس دقيقة، في لعبة انت تقول لي ادمنت عليها. ايه اللي صورتها امس. خلي احط اللقطة. حطها كلاش كينجز يا جماعة. عزيز هذه الايام طايح في لعبة يا اخي. والله اللعبة حلوة. ايش اسمها اول شيء؟ اول شيء اسمها كلاش اوف كينجز. هذه لعبة عالمية. هذه اللعبة اول شيء عالمية، لا ما احتاج يعني. تلعب مع اي واحد في العالم؟ تلعب مع اي واحد، في امريكا، في كندا، في الصين، اليابان، اي احد تبغى لا تلعب معه. حلو. وفيها حضارات. طيب حضارات، في اربع حضارات، هذول حضارات الفايكنج والياماتو هواشيا وولد التنين. في الخامسه اللي بتنزل تصير حضاره عربيه. حلو. واحسن شيء اشوف مكتوب بالعربي. واحسن شيء مكتوب بالعربي، تدعم اللغه العربيه. الحين لو نبغى نحارب ندخل هنا تتدرب تاخذ نقاط خبره وزي كذا. تدري اذا شاركت احداثيات اللعبه ممكن تفوز بجوال. انا اشوف انها فرصه ما تتعوض. حلو. وتقدر ترى تحارب الغرب ولا جانب، تثبت نفسك، كل واحد تفكيره وخططه. انا الحين تقريبا ارسلت الجيشي. حلو. يوصل بعد 35 ثانيه. ممتاز. حلو. يتحارب مع الوحش وينهب منه اشياء، يعني مثلا زي خشب، اشياء تحتاجها في القريه. حلو. حلوين الحين قاعد تحارب. مجرد ما يخلص خلاص بيرجعون صح؟ معهم الموارد. ترجع للقرية، تدخل على البريد، يرسل لك تقرير ايش اللي صار. يقول حلو. لك اخذت مثلا كذا واخذت كذا، ويعطيك انه في احد مات من جنودك ولا ما في احد مات. وذا بس الزبد ان اللعبة شيء فخم. بنسوي تحالف في اللعبة، اصحاب ثنيان تعالوا سجلوا ونلعب كلنا. يلا الهمة نبغى جلد. بندخل نلعب كلنا في اللعبة. رابط اللعبة موجود تحت في الوصف. يلا خلاص. على وين الحين؟ سوبر ماركت؟ نروح نجيب قدر ضغط. يلا دقيقة لحظة عزيز بعد. تذكر هذه اللي مركبناها؟ والله ولا قلنا بنطيرها. يلا نطيرها. يلا وبننزل تحت ناخذها. يلا واحد اثنين ثلاثة. راح عند الجيران. طلق طران. نادية حقتي تكون راحت. والله خلق تشوف الاشجار باللون الوردي تعرف انه دخل ربيع. والله منظر جينا هذا السوبر ماركت، ما توقع ولا مرة صورت في فلوق. حلو جديد. احنا بس شغلتنا هنا في الدور بس السوبر ماركت. بس ليه جينا هنا؟ جينا هنا عشان ان شاء الله عندهم قدر ضغط ان شاء الله. هنا وصلنا عند قسم المطبخ، اوه يبغى لنا سموذي. هذا يكسر الثلج صح؟ هذا اللي يكسر الثلج هنا. هذا يكسر، هذا لا ما يكسر. هذا جميل، اذكر لما كنت ساكن عند عائلة كنت دائما استخدمه. فرن صغير، بس فرن حق شيء واحد، عندك سندويش وتسخن ولا شيء هنا. حق اللي ما يحبون الميكروويف. حصلنا هنا قدر ضغط سعره 44 دولار يعني حوالي 130 ريال. حجمه مناسب. حصلنا هذا القدر، حجمه كبير كويس، بس الحين نحتاج قدر ثاني عشان نحطه فيه. فجأة واحنا نسوق العنكبوت هنا، بس السؤال هو داخل ولا برا يا عزيز؟ ما عليك الحين اكتشف. شوف والله بخاف برا. اصبر. لا والله جوا جوا. وقف على جنب. الله يكون برا. خلاص اعتزل. اعتزل خلاص. ليه؟ نبغى القدر بدون مسكات. بدون مسكات ان شاء الله نحصل. طيب شوف في لك المشكله حل. نشيل هذا السكروب. اي هذا سبان السكروب. جينا عند قسم السكريب وبنفك هذا من هنا. كذا نقدر نحطه داخل قدر الضغط. كلهم مقفلين. في كل مشكلة؟ You are a very fantastic person. امشي. يلا الحين الخطوة اللي بعدها بهارات. هذا هو المقطع اللي اخذناه. شوف اول شيء خل، بعدها بهارات. صوار زعفران. بعدها حط الدجاج. قلب عليه. بعد زيت بهارات. يمينه شراقي ماي مغلي
حط الرز يبقبق هذا شيله حطه داخل قدر الضغط وسلم. بعد المكرونه بعد عيدان خشب الدجاج بصل خله يطبخ على النار عادي 5 دقائق نص ساعه بعدها حط زيت حركتك يعني قفل عليه 5 دقائق وبالعافية عليك احلى مندي. تذكر ذيك مرة لما نقول في اشياء عندنا هنا في كندا مو موجودة في السعودية؟ اي قلت لي يا اخي قلت لي يمديك تقدم وترجع هنا. السعودية تقدر تحط كذا ستوب توقف تقدم وترجع زي كذا. تدري عنا هذه. والله؟ والله. الحين هنا في كندا ما في. اسعافات دائما احنا مطالعين يطلعون. طيب يا جماعة بكذا يكون رجعنا البقالة وجبنا كل الاغراض. حط شيخ نتبل الدجاج. تطلع البهارات؟ تطلع هذه البهارات اللي نحتاجها. سكينة اللي ما سمني. طبعا ما شاف الفيديو في القناة الثانية تكلمنا عن هذه السكينة. فلوك 5500 غلطة. لا مو فلوك في القناة الثانية. بس ما في فلوك. السكينة هذه تقطع أي شيء. معلش أنا عندي هوس في التقطيع أنا ما عندي شيء. لا لا. حاليا بنبدأ طريقة تحضير المندي. هذا فيديو إهداء للمبتعثين. غير شوي من الكبسة الجديدة. إي والله. فشل احنا ما غير كبسه حمراء كبسه حمراء الحين ننزل لك مندي ناخذ ملعقتين مخلل ولا ملعقتين معليش كبير والله الحجم بنقلل لا تحسبون هذا ملعقتين مخلل بنحط بهارات مشكل حلو بعدين نحط مليحو بعدين كركم بعد الكركم بعدين صفار الهيل صفار الزعفران بعدها نحط الدجاج الذيب وخلط كم واحدة ثانية وهنا حطينا البهارات الحين الرزيزو لما حطينا البهارات وخلينا الماء يغلي نحط الرز فوقه انا اقول لك مندي انا شراقي ما ادري هذا حق اخواننا الكويتيين شراقي هذا عشان التمويل قول لهم هذا حق الحكومه مال الحكومه لما يبدا يبقبق ناخذه ونحطه هنا قول بسم الله بعدها نحط عيدان خشب مندي مدفون ذا مش تحطه في الفرن بسم الله انت شفت ما عليك وقف بعدها ناخذ دجاج ونحطه فوق هنا نحط الدجاجه هنا وناخذ الدجاجه الثانيه ونحطها هنا سلام عليك الحين نقفل عليه لمده نص ساعه وبعد نص ساعه شوف كيف صار اخذنا فحم حطيناه هنا قول بسم الله ونضيفه هنا هي سكر عطب ها طب حطه زين طيب يلا بسم الله 1 2 3 شوي الله يرضى عليك وهنا سوينا سلطه زبادي عليك بس على هذه مندي يعني شوف الحين كل اللي تابعون كذا الحين يحسون مجوع الدجاج صار صوص كذا المندي يكون استوى كوك يلا بسم الله احلى كيك كاك يا سلام الحين تبغاها سلايس ولا سلايد واحد ولا كذا كويس يا سلام يوصلوا هذه أول مرة الله هذه أول مرة يعني تبشر بخير شوف الشكل الخير هذا الشكل فتحنا مطعم والله مطلوب هذا هو المندي اللي سويناه طيب يا جماعة بكذا يكون رجعنا البيت الحمد لله خلصنا من المونتاج حاليا الساعة 4:30 الفجر بنخلص منه وعلى طول نرفع اليوتيوب بس حبيت أشكركم ما بقى من بلوفرات إلا 50 حبة من كل نوع تقريبا وبإذن الله في المتجر راح تكون فيه أشياء جديدة انتظروها مع الفلوقات وإن شاء الله باقي 10 أيام بالضبط ونرجع للنادي ونشوف جوش إيش بيسوي وقتها وبإذن الله وقتها يكون راحة أثار العملية ونرجع نصور فلوقات راحتنا يا باقي بعد بالصيف عندنا فلوقات سفر وبيجي معنا أحد كان يطلع معنا فلوقات قبل أغلبكم يعرفه هنا خلاص إيش قول إيش بتسوي بعد في نهاية السنة المهم يا جماعة يعطيكم العافية على المشاهدة بإذن الله راح أشوفكم في الفلوق الجاي السؤال اليوم يقول أي طبخة تبغونا نسوي اكتبوا تحت في الكومنتات تحمسنا مع طبخة اليوم كما أقدر أنا خالد خليكم دائما شايفين إيجابيين ولا تخلوا شيء يضايقكم أبدا وسلام عليكم
شوف 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 بسرعة. اي روح روح جيت اطلع برا اصور مقدمة فلوق وش حصلت؟ غزلان تمشي تقطع الشارع عادي، رجال ماشي بالسيكل ولا كنا شايف شيء. هي يا غزال شو والله كثير العائلة كلهم جالسين هنا. طيب الحين تجي سيارة تصدمهم ولا كيف؟ شو جات سيارة والله خفف عكس طريق راح سيارة والله كلهم يقطعون الشارع.